بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. طلاب وطالبات الثانية الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلا لدرس الفقه، اليوم سنأخذ بيع المرابحة للواعد بالشراء، تعريفه وأمثلة عليه وحكمه وشروط صحته وأمور لا تصح فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. تعريفه هو شراء سلعة بناء على طلب شخص ثم بيعها بالآجل بربح معلوم لذلك الشخص. سمي بذلك لأن البائع يبيع السلعة بثمنها الأول الذي اشتراها به وربح معلوم. هات مثال على ذلك. المثال أن يرغب شخص في شراء سيارة ثمنها مثلا 50,000 ريال، فيطلب من المصرف أو من البنك أن يشتريها لنفسه، البنك يشتريها لنفسه ويعيدها ويعده بأنه إذا تملكها، هذا الرجل يعد البنك أنه إذا تملكها فإنه يشتريها منه بالآجل بثمنها الأول وربح 10%، أي ب55,000 ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين. وقد تكون السلعة معينة، كأن يقول اشتروا هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا المبنى أو غيره، و ثم سأشتريها منكم. وقد تكون موصوفة من غير تعيين، كأن يقول اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا، كأن يقول اشتروا سيارة مثلا كامري موديلها 2020 وغيرها، ثم سأشتريها منكم. مثال آخر، ذهاب شخص إلى البنك ليطلب منه شراء بيتا في حي معين، ومن بعد أن يشتريه البنك يبيعه للشخص بمرابحة محددة، وقس على ذلك من الأمثلة. هنا أيها الطلاب والطالبات نشاط، ما وجه العلاقة بين هذا النوع من البيع وبيع التقسيط الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ ما الفرق بينهما؟ وجه العلاقة الشراء بثمن مقسط، هذا تقسيط وذاك البيع الأول تقسيط، هذا وجه العلاقة بينهما. ما هو الفرق بينهما؟ المرابحة يريد المال، وبيع التقسيط يريد السلعة، ذاك الأول محتاج للسلعة وهذا الثاني المرابحة هو يريد أن يستفيد في المال، يريد المال نفسه. ما حكمه؟ هو حكمه بيعه جائز، حكم بيعه جائز لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، ما شروطه؟ يشترط لصحته الشروط الأربعة الماضية التي ذكرناها في بيع التقسيط. فلا يجوز للمصرف البائع أن يبيع السلع على العميل حتى يمتلكها ملكا حقيقيا لا صوريا، وحتى يقبضها قبض معتبر وتكون لديه، وحتى تدخل في ضمانه كما اتفقنا عليه في الحصة السابقة. ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحد، وهو أن لا يكون الوعد السابق ملزما لأي منهما، بل يجب أن يبقى الخيار لهما جميعا. فإذا اشترى المصرف السلعة الذي طلبها العمول أو الزبون بناء على طلب عميله، فله أن يبيعها عليه، للبنك أن يبيعها على العميل، كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل عن الشراء، لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضا بالعقد وهو شرط لصحة البيع. يعني العميل جاء عند البنك وقال اشتروا لي سيارة كامري موديل 2000، البنك اشترى السيارة، ليس للعميل، يعني العميل بحريته يشتريها أو يتركها، البنك لا يستطيع أن يلزم العميل أن لابد أن يشتري هذه السيارة، يصير كلاهما باختياره ورضاه. نعم، هناك تصرفات خاطئة سواء في البنك أو للعميل. بعض المصارف تأخذ من العميل عربونا للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده أنه سيشتري منهم. فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء، قال ما أبغاه، لا أريده، لم يرد إليه ذلك العربون، هل هذا يجوز؟ وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل. 2، بعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض، فمثلا قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها 80,000 ريال، ويعطيه المصرف شيكا بذلك المبلغ ويوكل بشراء السيارة وتسليمها من المعرض، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل 90,000 ريال ثمنا لبيع السيارة عليه بالآجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه 80 ليردها 90، فهذا هو قرض بفائدة. هذا يجوز؟ هذا يجوز.
بعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعا كما ذكرنا سابقا. فمثلا قد يشتري المصرف أسهما مباحة بناء على طلب العميل، ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته، قبل أن تقيد أنها تبع هذا البنك. فهذا لا يجوز، لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية التابعة للبنك. نعم، هنا ميز ما يجوز وما لا يجوز من المعاملات الآتية مع ذكر السبب. واحد، يرسل المصرف العميل بالمبلغ إلى معرض السيارات الذي يتعامل معه، فيسلم السيارة التي فيستلم السيارة التي يريد، ويقيد حسابها مع الزيادة على العميل. هل هذا جائز؟ حكمه حرام، لأنه حيل على الربا. 2، يشتري المصرف السيارات له ثم يبيعها على العملاء مقسطة بزيادة على الثمن الأصلي. هذا جائز، لأنه لم يرد الدليل بمنعه. ما ورد دليل بمنعه؟ 3، إلزام المشتري بالسلعة في بيع المرابحة للواعد بالشراء، وهذا حرام، لأنه ينافي الرضا بالعقد، أنك ما تشتري إلا وأنت راضي، وهو من شروط صحة البيع. نعم أيها الطلاب والطالبات، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.